متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ودائما في إطار منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن وزن 63 كيلوغرام تتأهل إلى النهائي بعد فوزها على نظيرتها التركية غيزيم أوزير. إيمان وعلى طريقة الأسطورة محمد علي استعرضت مهارتها في الفن النبيل وسيرت المباراة على طريقتها الخاصة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.